حسام حبيب يستقبل شيرين بالأحضان بعد حفلها بالكويت، حرص على حضور الحفل ومتابعتها من الكواليس. إليكم كواليس أحدث فيديو جديد مسرب لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب على هامش حفلها في الكويت. تداول رواد مواقع التواصل مقطعاً مصوراً لحسام حبيب وهو يحتضن شيرين عبد الوهاب. تبين أن هذا المقطع كان في كواليس حفلها الذي أحيته في دولة الكويت. حسام ظل طوال الحفل يتابع زوجته من الكواليس حتى النهاية واستقبلها بعد الحفل بالأحضان. ظهرت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالتين مختلفتين، الأولى كانت من خلال فستان أصفر اللون مكون من قطعتين، والثانية من خلال فستان وردي لامع، وأشاد محبوها بظهورها المميز. قدمت شيرين خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها المميزة، طالبها الجمهور بتقديم أغنية جرح تاني وآيا ليل. حرصت شيرين طوال الحفل على التواصل والحديث معهم. تعرضت شيرين في هذا الحفل لموقف محرج كعادتها خلال الفترة الماضية، فاجأت الحضور بسؤال عن زوجها حسام حبيب وهل يحبه الجمهور أم لا. رد الجمهور في صوت واحد ما بنحبوش، وشعرت شيرين بإحراج شديد. تعرضت شيرين للانتقاد الشديد وطالبها محبوها بالتركيز في أعمالها الفنية والتزام الصمت، وأعلنت شيرين منذ فترة أنها تستعد لخوض تجربة تمثيلية جديدة بعد طريقي، كما أنها تستعد أيضاً لتقديم مجموعة من الأغاني ستطرحها بالأسواق قريباً. حفل شيرين الذي أحيته خلال الساعات الماضية كان من المقرر إقامته في شهر أكتوبر الماضي. أزمتها الصحية واحتجازها بالمستشفى كان السبب الرئيسي في تأجيل هذا الحفل حتى الآن، وتستعد شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الحفلات الغنائية في عدد من الدول العربية.